Welcome grade 4 to a new video. This is unit 5 at the hospital. This is her bag. طبعا احنا واخدين قبل كده ان this و that عبارة عن اسماء اشارة بيشيروا لشيء مفرد. طب انا بقول this is her bag. her bag يعني حقيبتها. ايه الكلمة هنا اللي بينت الملكية ليها هي ان الشنطة دي بتاعتها؟ هلاقي ان انا عندي هنا كلمة her. her دي من possessive adjectives، صفات الملكية. احنا واخدين قبل كده ان انا عشان اعبر عن الملكية ممكن اقول I have، ممكن استخدم he او she has. هنا هنتعرف على possessive adjectives اللي منها كلمة her. طب نروح للإكزامبل التاني. That is our house. هذا منزلنا. يبقى أنا عندي هنا بعبر عن ملكية المنزل ده لينا إحنا باستخدام صفة الملكية our. يبقى كلمة here دي possessive adjective بتعبر عن إن الشيء ملكها. Our يعبر إن الشيء ملكنا. طب number three يقول لي my eye hurts. عيني تؤلمني. my eye عيني. يبقى انا هنا بعبر عن الملكية دي لمين؟ الملكية ليا انا، بتكلم على ان الحاجة بتاعتي او تخصني باستخدام ال adjective my. بعدها قلت my eyes hurt. عيني، عيني الاتنين بتؤلمني. هنا eyes جمع my eyes hurt. يبقى ال possessive ثابتة سواء اللي بعدها مفرد او جمع. my eye هنا الملكية جي وراها مفرد، my eyes الملكية جي وراها جمع. طب ايه اللي اختلف عندي هنا؟ اللي اختلف هنا ال verb. احنا اخدنا ال present simple، قلنا ان لو ال noun او ال subject جمع هيبقى ال verb ايه؟ infinitive. عشان كده قلنا هنا my eyes hurt. انما اذا كان ال subject singular هنكتب my eye hurts. يبقى خلي بالي وانا بستخدم ال verb لو قبله subject plural هيبقى الفيرب يؤلم hurt، لو قبله subject singular يبقى hurts. تعالى كده نأكد المعلومة بمثال كمان. his foot hurts، قدمه بتؤلمه. يبقى أول حاجة عندي هنا possessive adjective، لو هو اللي بيملك هتبقى ايه؟ his foot يبقى قدمه. طب foot singular noun يبقى الفيرب بتاعي ايه؟ hurts مضاف له s. طب لو قدمي الاثنين يبقى his feet، يبقى his feet قدميه مالها hurt. الفيرب هيتكتب infinitive علشان ال subject plural noun. number 5 بيقول لي his finger. his finger معناها اصبعه. طب ال subject عندي هنا ايه؟ singular ولا plural؟ ال subject عندي هنا singular، يبقى هكتب الفيرب ازاي؟ hurt ولا hurts؟ برافو عليك، وهيتكتب ايه؟ hurts. يبقى عندي his هنا بيدل على ان الحاجة دي ملكه هو، وبما انها مفرد يبقى الفيرب هيكون مضاف له s. طب لو his fingers اصابعه يبقى ايه؟ يبقى الفيرب هيتكتب infinitive هتبقى hurt. يبقى احنا هنا اتعرفنا على her معناها ملكها، our ملكنا، my ملكي، his ملكه، وعرفنا ان ال subject لو مفرد هيبقى الفيرب مضاف له s زي hurts، لو جمع هيبقى infinitive هيبقى hurt. طب تعالى كده نتعرف على كل possessive adjectives، كل الصفات اللي بتدور اللي بتبين الملكية. لو ال subject الشخص اللي بيملك I هيبقى possessive adjective بتاعته my، he his she her it its you your we our they their. نقولهم كمان مرة، لو أنا اللي بملك يبقى ال possessive adjective my معناها ملكي، لو هو اللي بيملك his ملكه، هي she اللي بتملك هيبقى her ملكها، it يعني شيء مفرد غير عاقل الحاجة دي ملكه هتبقى الملكية منها its، لو أنت اللي بتملك you يبقى الملكية your معناها ملكك، we يعني إحنا لو إحنا اللي بنملك الحاجة هيبقى الملكية our ملكنا، they يعني هما لو هما اللي بيملكوا هتبقى الملكية their ملكهم، ودول اسمهم possessive adjectives بيتبعهم اسم الشيء المملوك، ممكن يكون مفرد وممكن يكون جمع.
يلا زي ما احنا متعودين نتعرف على وقت الفونكس هناخد فيه ايه. هنا هناخد نطق التي اتش. التي اتش صوتها بيتقسم لاتنين، صوت بقول عليه voiced وصوت بقول عليه voiceless. voiced اللي هو صوت التي اتش بيطلع من الحنجرة، في الحالة دي بنطقه ذ زي mother father this these mother father this these brother brother. دي كلها كلمات لو جيت كده حطيت ايدك على الحنجرة وانت بتنطق التي اتش هتحس بحركة الاحبال الصوتية بتاعتك، تلاقي انها بتطلع ذ زي they زي theirs theirs. طيب نيجي بقى للنطق التاني اللي هي الفويسلس تي اتش، اللي هي بتنطقها ث زي path thirsty thursday math north birthday. نقولهم كمان مرة path thirsty thursday math north birthday thick thick. كلمة thick معناها سميك. thin thin رفيع او نحيف. three mouth mouth. thank thank. And now answer the following question. Correct. My head hurt. Thanks for listening. Goodbye.